بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافية تامن. اليوم إن شاء الله رح نأخذ آخر درس بالوحدة الأولى من الفصل الثاني، الدرس الخامس، عنوانه حل نظام مكون من معادلتين خطيتين بمتغيرين بالحذف، اللي هي الطريقة الثالثة لحل نظام مكون من معادلتين خطيتين بمتغيرين. الطريقة الأولى أخذناها بيانيا، الطريقة الثانية أخذناها بالتعويض، اليوم نأخذ الطريقة الثالثة اللي هي طريقة الحذف. من اسمها حذف، معناها راح نحذف احد المتغيرين حتى نتوصل لمعادلة خطية متغير واحد، يصفي عندي متغير واحد فقط، اوجد قيمة المتغير ومن ثم بالتعويض بعوض قيمته باحد المعادلتين وبوجد قيمة المتغير الثاني. راح نطبق الخطوات على مثال واحد ومثال اثنين ومثال ثلاث من الدرس. عندي شروط الحذف عشان احذف احد المتغيرين. من شروط الحذف بالبداية إنه يكون عندي المتغير له نفس المعامل لكن عكس الإشارة، يعني إذا بدي أحذف سين لازم تكون معاملها ثلاثة سين والثاني أيضا ثلاثة سين، لكن إيش بالإشارة المعاكسة إلها اللي هي سالبة، لازم يكون إلها نفس المعامل وعكس الإشارة عشان أحذف المتغير من شروط الحذف. بالبداية لازم أرتب المتغيرات بحيث إنها السين تحت السين والصاد تحت الصاد والثابت تحت الثابت من الطرف الآخر، من ثم بحدد مين المتغير اللي راح أحذفه، بعمل الخطوات عشان يصير له نفس المعامل وعكس الإشارة، من ثم بجمع المعادلتين بصفي عندي معادلة خطية بمتغير واحد بحلها بوجد قيمة المتغير اللي فيها، بعدين بعوض قيمة المتغير بأحد المعادلتين بوجد قيمة المتغير الثاني. راح نطبق له مثال واحد صفحة 33. عندي النظام 3 سين زائد صاد يساوي سالب 2 المعادلة الأولى، المعادلة الثانية 2 صاد ناقص 3 سين يساوي 14. بالبداية برتب اللي هي بقوم بترتيب المعادلة الثانية، ترتيب معادلة 2، نرتب معادلة ثانية يعني بجعل السينات تحت السينات والصادات تحت الصادات. عندي المعادلة الأولى 3 سين زائد صاد يساوي سالب 2، هاي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية برتبها عندي بتصير سالب 3 سين تحت السين زائد 2 صاد تحت الصاد يساوي 14 عندي صارت المعادلتين مرتبات، المعادلة الأولى المعادلة الثانية. بقرر أحذف سين الأسهل، ليش؟ لأنه إلها نفس المعامل عكس الإشارة، محقق شرط جاهزة. شو بعمل؟ نجمع المعادلتين ونحذف سين. بحذف مين؟ سين. بعمل جمع للمعادلتين، 3 سين زائد سالب 3 سين بتروح بتنحذف اللي هي 0، 1 صاد زائد 2 صاد اللي هي 3 صاد تساوي سالب 2 زائد 14، مختلفات في الإشارة بطرح الإشارة للأكبر، 14 ناقص 2 اللي هي 12. صار عندي معادلة خطية بمتغير واحد بحلها على 3 على 3 صاد تعطيني هون 4. أوجدنا قيمة صاد، أوجدنا قيمة المتغير الأول، نعوض صاد تساوي 4 في إحدى المعادلتين، نعوضها معادلة واحد في معادلة واحد لإيجاد سين، بدي أوجد سين، يلا 3 سين زائد صاد تساوي سالب 2 3 سين زائد بدل الصاد 4 يساوي سالب 2، صار عندي معادلة خطية متغير واحد ناقص 4 ناقص 4 3 سين تساوي نفس الإشارة بجمعهن سالب 6 على 3 على 3، عندي هون سين تساوي سالب 2. إذن مجموعة الحل عندي صارت مجموعة الحل النظام اللي هي سالب 2 و 4 اللي هي قيمة صاد. بعوض اللي هي مجموعة الحل سين تساوي سالب 2 وصاد تساوي 4 في معادلة 2، نعوضها في معادلة 2، بختار المعادلة الثانية اللي ما عوضنا فيها قيمة صاد عشان أوجد سين، احنا عوضنا قيمة صاد عشان أوجد سين معادلة 1، للتحقق بستخدم المعادلة الثانية 2 صاد ناقص 3 سين تساوي 14، بدل الصاد بعوض 4، 2 ضرب 4 ناقص 3 ضرب بدل السين سالب 2، هل بدي يعطيني 14، 2 ضرب 4 8، سالب مع سالب موجب، 3 ضرب 2 6، 8 زائد 6 هل بعطيني 14، نعم معناها حلي صحيح. إذن
خطوات الحل، بقوم بترتيب المعادلات إذا كان بحاجة ترتيب، بحيث إنه السينات تحت السينات، الصادات تحت الصادات، كل متغير تحت المتغير اللي بيشبهه، والثوابت تحت بعضها بالطرف الآخر. بحدد مين المتغير اللي راح أحذفه بحيث إنه يكون نفس المعامل له وعكس الإشارة. بقوم بجمع المعادلتين، بصف عندي معادلة خطية بمتغير واحد، بحلها، بوجد قيمة المتغير، بعوضه بأحد المعادلتين عشان أوجد قيمة المتغير الثاني، والمعادلة الثانية بستخدمها للتحقق. راح نكمل مثال اثنين ونشوف مع بعض. مثال اثنين يا ثامن. عندي نظام مكون من معادلتين، المعادلة الأولى 6 س زائد 5 ص يساوي 16، والمعادلة الثانية سالب 2 س زائد 5 ص يساوي سالب 8. نلاحظ إن المعادلتين مرتبات، كل متغير تحت المتغير المقابل له، س تحت س، ص تحت ص، والثوابت تحت بعضها بالطرف الآخر. إذا بدنا نقرر هون نحذف، بدنا نروح نشوف مين المتغير اللي سهل حذفه. إذا بدي أحذف سين، عندي هون معاملها 6 وهون سالب 2. بالنسبة للإشارة لا في مشكلة، واحد موجب واحد سالب، لكن بالنسبة للمعامل هون عندي 6 وهون 2. لو بدي أحذف السين بضرب المعادلة الثانية كاملة بثلاث عشان تصير سالب 6 سين. لكن لو بدي أحذف الصاد، عندي هون بلاحظ إنها نفس المعامل لكن مش عكس الإشارة، فعندي هون مشكلة الإشارة يلي بدها حل، فبحل مشكلة الإشارة لصاد، بحذف صاد. رح نقرر نحذف صاد. لما بدي أحذف صاد بدي أضرب المعادلة الثانية كاملة في سالب واحد، بضرب المعادلة الثانية ضرب سالب واحد عشان نحذف اللي هي صاد. نضرب معادلة اثنين بالعدد سالب واحد لنحذف صاد. يلا، 6 س زائد 5 ص يساوي 16 المعادلة الأولى. الثانية بدي أضربها بسالب واحد كاملة، سالب واحد ضرب سالب اثنين 2 س، سالب واحد ضرب موجب 5 سالب 5 ص، سالب واحد ضرب سالب 8 اللي هي 8 موجب 8. صار عندي معادلتين جاهزات لحذف ص. نجمع المعادلتين ونحذف ص. خطوات لازم نكتبها، أهم إشي اللي هي كتابة الخطوات عشان أعرف شو بدي أشتغل. عندي هون بجمع المعادلتين 6 س زائد 2 س 8 س موجب 5 ص زائد سالب 5 ص، يروحن مع بعض خلص بنحذفن، يساوي 16 زائد 8 اللي هي 24. صار عندي معادلة خطية بمتغير واحد، بحلها قسمه على 8، صفي عندي هون س تساوي 3. قيمة س طلعت معي 3، بدي أوجد قيمة المتغير الثاني اللي هي ص، نعوض س تساوي 3 في معادلة واحد بإيجاد ص. يلا أكتب المعادلة 6 س زائد 5 ص تساوي 16، 6 ضرب بدل س 3 زائد 5 ص يساوي 16، 6 ضرب 3 18 زائد 5 ص يساوي 16 ناقص 18 ناقص 18 5 ص تعطيني يساوي سالب 2 على 5 على 5 ص، أعطتني قيمتها سالب 2 على 5. إذن مجموعة حل النظام، مجموعة حل النظام اللي هي قيمة س أعطتني 3 وصاد سالب 2 على 5. هسه للتحقق من صحة الحل، عشان أتحقق من صحة الحل بدي أعوض، راح نعوض اللي هي بالمعادلة الثانية. ليش؟ لأني استخدمت المعادلة الأولى لإيجاد قيمة اللي هي المتغير صاد، فراح أعوض قيمة اللي هي س وصاد، نعوض س تساوي 3 وصاد تساوي سالب 2 على 5 في معادلة 2 للتحقق. يلا معادلة الثانية سالب 2 س، المعادلة الأصلية اللي هي قبل ما نضربها بسالب 1، سالب 2 س زائد 5 ص يساوي سالب 8، سالب 2 ضرب 3 زائد 5 ضرب سالب 2 على 5 هل يعطيني سالب 8؟ سالب 2 ب 3 سالب 6، 5 مع ال 5 بتروح، ظل عندي زائد سالب 2 هل بعطيني سالب 8؟ نفس الإشارة بجمع سالب 8 أعطتني سالب 8، معناها حلي صحيح. إذن حلي صحيح.
راح نشوف مثال ثلاث وبننهي الدرس. نشوف مع بعض يا ثامن اللي هو مثال ثلاث. نظام مكون من معادلتين، المعادلة الأولى 1.8 س زائد 6 ص يساوي 6. المعادلة الثانية ص تساوي 3.2 سالب س زائد 2.2. أول خطوة بدي أقوم بترتيب المعادلتين بحيث إنه المتغيرات تصبح السينات تحت السينات والصادات تحت الصادات. 1.8 س زائد 6 ص يساوي 6. عندي المعادلة الثانية لما أرتبها بنقل السين على الطرف الآخر بتصير موجب 3.2 س زائد ص يساوي 2.2. المتغير اللي راح أحذفه عندي هون هو الأسهل حذفه اللي هو ص. ليش؟ لأن 1.8 س ما بقدر أضربها بعدد عشان يعطيني 3.2، أو أقسم 3.2 على عدد عشان يعطيني اللي هي 1.8. لما بدي أساوي اللي هي معاملات المتغير اللي قررنا نحذفه إما بستخدم الضرب أو القسمة. عندي هنا راح أقسم المعادلة الأولى على 6 سالب. ليش؟ عشان إنه جميع المتغيرات المعاملات هنا بقدر أقسمها على 6. راح نبلش بالقسمة. عندي 1.8 تقسيم 6، الفاصلة مع الفاصلة بتروح، 18 تقسيم 6 اللي هي 3 سالبة هون 6 تقسيم 6 سالب اللي هي 1 ص يساوي 6 تقسيم 6 اللي هي سالب 1 من المعادلة الأولى. الثاني بكتبها 3.2 س زائد ص يساوي 2.2. صار المعادلتين جاهزات لحذف ص. بجمع المعادلتين، ص بتروح مع سالب ص بتروح مع موجب ص. 3.2 اللي مختلفات في الإشارة بطرح 3.2 ناقص 3 اللي هي 2.10 س تساوي نفس الإشي، هون مختلفات في الإشارة بطرح 2.2 ناقص 1 بعطيني 1.2. بقسم على 2.10 على 2.10 س تساوي الفاصلة مع الفاصلة بتروح 12 تقسيم 2 6. أوجدنا قيمة المتغير س، رح نوجد قيمة المتغير ص بتعويض س في معادلة 1. عندي 1.8 ضرب بدل السين 6 زائد 6 ص يساوي 6. 1.8 ضرب 6 بتجهل الفاصلة مؤقت، 8 ضرب 6 48، 8 باليد 4، 1 ضرب 6 6 و 4 عندي 10، برجع الفاصلة العشرية منزل واحد بعدها بحط الفاصلة العشرية زائد 6 ص يساوي 6 ناقص 10.8 ناقص 10.8 للطرفين 6 ص تساوي 8 ناقص 6 2.10 سالبة. بقسم على 6 على 6 هنا ص تعطيني اللي هي 10 تقسيم 8 10 تقسيم 6 اللي هي 10 فيها 6 واحدة بضل عندي 4، 42 تقسيم 6 7 اللي هي 17 سالبة. مجموعة الحل عندي مجموعة حل النظام اللي هي س أعطتني 6 و17 سالب اللي هي ص. بعوض مجموعة حل النظام في معادلة 2 عشان أتحقق من صحة الحل. راح نعوض المعادلة الثانية. عندي المعادلة الثانية ص تساوي 3.2 سالب س زائد 2.2. ص أعطتني سالب 17، هل تساوي 3.2 سالب ضرب 6 زائد 2.2 سالب 17؟ هل تساوي 2 ب 6 12، 2 باليد 1، 3 ب 6 18 و 1 19، رجع الفاصلة منزلة سالبة زائد 2.2 بطرح 2.10 ناقص 2.10 0 بتروح 2.10، 19 ناقص 2 17 سالب، 17 سالب أعطاني اللي هي حقق شرط المساواة. نعم، إذا حلي صحيح. بكون يا ثامن المثال الثالث، شرحت جميع أفكار الدرس ويعطيكم العافية.